عماد النحاس مفيش شك ان هو من اعظم لعيبه الكوره اللي جت في تاريخ مصر، يعني مدافع بدرجه حريف جدا، لعبت معاه سنين طويله سواء في النادي الاسماعيلي او في النادي الاهلي، عملنا مع بعض حاجات حلوه كتير قوي، غير انه لعيب كوره جامد جدا، من الشخصيات اللذيذه اللي انا فعلا طلعت بيها من مجال الكوره. بحب عماد جدا، زي ما كان لعيب كوره جامد دلوقتي بقى مدرب جامد وبقى ليه بصمه في اي فريق مرنه. يمكن الناس كانت مستغربه ان احنا الاثنين بنقعد في اوضه واحده اما كنا بنلعب، ويقول لك دماغهم مختلفه عن بعض. لا مش مظبوط خالص، احنا كنا متفاهمين مع بعض جدا. هو يمكن هادي، يمكن انا دماغي مطرقعه شويه، ولكن كنت حابب جدا القعده معاه. قائد في الملعب، كان في ماتشات كتير قوي هو اللي يطلع يفك الدنيا لو الدنيا مقفله، اجوانه كانت دايما بتبقى مؤثره. ما نسالوش طبعا الهاتريك العظيم اللي ناس كتير قوي استغربته لما سمعت ان عماد النحاس جاب هاتريك في ماتش الاتحاد السكندري. بجد عماد انا بحبه جدا واتشرفت ان انا كنت معاه، واتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه. زي ما بقول، حط بصمه مع كل الفرق اللي دربها، لسه عنده حاجات كتير قوي. بقول عماد في ظهرك دايما، اخوات وهنفضل طول عمرنا اخوات، وبجد شكرا على كل الحاجات الحلوه اللي انت عملتها، وبالتوفيق، وكلنا قاعدين ومستنيينك وهنتفرج عليك علشان تشوف ايه بقى الفتره اللي جايه، ايه اللي هيحصل. وفي نفس الوقت عشان لو قطعت او جبت سيرتنا في حاجه كده ولا كده نبقى فاهمين انت هتقول ايه. توفيق يا عمده يا حبيب قلبي، وبجد شكرا على كل حاجه حلوه عملتها.